وتنضم إلينا من مقر انعقاد جلسات الحوار الوطني مراسلة التلفزيون المصري جرمين إبراهيم. جرمين، اطلعينا أكثر على تفاصيل حول جلسات المحور المجتمعي. نعم، بعد التحية بالفعل نتابع معكم في هذه التغطية الحيوية المستمرة فعاليات جلسات الحوار الوطني، واليوم هو اليوم الثالث من الأسبوع الخامس والمخصص للمحور المجتمعي وعقد الجلسات بلجان المحور المجتمعي. واليوم سيتم عقد جلسة استثنائية، ولكن لمعرفة تفاصيل هذه الجلسة يسعدنا أن ينضم إلينا دكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني. دكتور طلعت، برحب بحضرتك. يعني تحدث اليوم عن جلسة استثنائية تعقد لمناقشة مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، كيف كانت المناقشات وكيف تم تناول هذا المشروع داخل جلسات الحوار الوطنية؟ يعني خلينا نتفق طبعا إحالة هذا المشروع القانون المهم من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية إلى مجلس أمناء الحوار الوطني، دي رسالة غاية في الأهمية وتأكيد على ما ذهب فخامته ان هو يعني قناعته بالحوار الوطني واهميته وإحالة هذا المشروع، وان الحوار الوطني يعني يتحدث فيه ويحاور فيه ثم تنقل هذه الامور كلها والمخرجات الى فخامته تمهيدا الى حالته يعني مجلس النواب. انا بعتبر دي شهاده احنا بنعتز بيها وبنفخر بيها. والنهارده كان جلسه يعني سريه جدا في المناقشه، عدد كبير من الاحزاب السياسيه، الاساتذه الخبراء المتخصصين، ممثلي الوزارات المختلفة، عدد كبير من أعضاء مجلس أمناء. كان مناقشة للقانون نفسه كفلسفة وكمواد. يعني يمكن فلسفة القانون يمكن تركز إن احنا عايزين تبقى هناك يعني هيئة معنية بالتنسيق بين الوزارات والهيئات المعنية بقضية التعليم وقضية التدريب. احنا كان مشكلتنا في مصر إن كل يعني وزارة من الوزارات تعمل منفردة كجزر منعزلة، ولكن قضية التعليم والتدريب هي قضية عامة، قضية غاية في الأهمية، الكل لابد أن يتعاون فيها. من هنا يمكن فلسفة القانون أن يكون هناك إطار مؤسسي يحكم مسألة التعليم والتدريب، خاصة أن احنا بنقول أن احنا بنراهن كدولة أن التعليم ده هي القاتلة اللي هي تقود التنمية البشرية. يمكن مواد القانون، يمكن أن هذا القانون يمكن بيتشكل من عدد من المواد، أهم المواد أن في مجلس الأعلى هيبقى تشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعدد من السادة الوزراء المعنيين بقضايا التدريب زي التربية والتعليم، الصلاة، الداخلية، الدفاع والأمن القومي وغيرها من الوزارات المعنية، فضلا إلى عدد من النواب، نائب الرئيس جابر الأزهر، نواب وزير التربية والتعليم، 8 من الخبراء والمتخصصين. كل ديت هذه المجموعة الكبيرة. طب إيه أهداف هذا يعني المجلس؟ هو أنه هيحط سياسات للتعليم والتدريب، هيحط استراتيجية واضحة المعالم، هيبدأ النهاردة يتابع عملية التطبيقات العملية من خلال الخطط والبرامج التنفيذية، هيعمل أنه بيدعم البنية الأساسية لكل المباني التعليمية، أيضا هيدعم التعليم الفني، هيتابع بشكل كبير جدا ويقيم الاستراتيجية كل حين. ديت هيبقى المجلس هيساعده أمانة فنية من عدد من المهمين والمتخصصين. كل دي مسائل هتدينا هتعمل لنا نقلة كبيرة جدا، أن احنا عايزين يبقى نوع من أنواع التخطيط والتدريب يكون بشكل مخطط وبشكل علمي. ودي كان جلسة سرية وفعلا هتخرج منها مشروع قانون جيد جدا، وكانت هناك آراء يعني قوية وراء من الجميع، إن شاء الله نخرج بمشروع قانون جيد ويكون ده بقى صورة جميلة جدا إن احنا أي قوانين لينا يتم عليها حوار مجتمعي وحوار وطني حتى تصل إلى البرلمان في سيرة وفي صيغة تمثل رأي المواطنين ورأي الخبراء والمتخصصين. ايضا اليوم بتعقد جلسه اخرى عن مشاكل ما بعد الطلاق، وتابعت كلمه حضرتك تحدثت عن ان الحوار الوطني يعمل على تكفيف منابع الطلاق، كيف يمكن خلال هذه الجلسه الوصول لتوصيات او حلول لمشاكل ما بعد الطلاق وهو المشاكل التي تهم قطاع كبير من المواطنين؟ خلينا نتفق النهارده يعني زي ما تحدثت بقول ان الطلاق يعني احنا بنعتبر دي من الظواهر اللي احنا ما نتمناش ان تكون ظاهره في المجتمع المصري. المجتمع المصري كان دائما يتمتع بالتماسك، ولكن في الفترة الأخيرة لأن نسبة الطلاق بتتزايد، احنا عندنا حوالي 900,000 حالة زيجة سنويا، احنا عندنا طبعا نسبة الطلاق فيها عدد ليس بالقليل. طبعا دي يعني الطلاق طبعا لابد ان احنا نجفف ونقلل المصادر والأسباب التي تؤدي الى الطلاق. يمكن يأتي في مقدمتها ان احنا في امس الحاجة ان احنا يعني نقف جميعا امام ظاهرة
سلبية في المجتمع المصري وزارة زواج الأطفال. زواج الأطفال دي ظاهرة سلبية، الدستور المصري والاتفاقيات الدولية والمعاهدات الدولية والمادة 80 في الدستور بتؤكد أن الطفل ما هو دونه سن 18 سنة، فاحنا ما بنلاقي في يعني بنات أطفال بيتزوجن وهم عندهم 15 سنة و16 سنة وتنجب وتحدث مشاكل يعني أسرية عديدة وتنتهي بالطلاق. أيضا زواج الصفقة، أيضا زواج المصالح، كل دي برضو طبعا النهارده لابد ان يكون هناك تطبيق، وده كان قرارات وبتوجات فخامه رئيس الجمهوريه ان احنا نتوسع في برامج موده، واللي هي تعمل نوع من انواع العلاقه والتواصل ما بين المقبلين على الزواج، وان يكون هناك فحص ما قبل الزواج. ويمكن الفحص ده وزاره الصحه وزير الصحه يمكن اعضى تعليمات مشدده ان يكون هناك دقه شديده جدا في فحص ما قبل الزواج من النواحي الصحية الإنجابية والجنسية والصحة النفسية، كل دي بالهدف منها إن احنا نجفف منابع الطلاق. أما وأن الطلاق حدث فلا بد إن احنا نتعامل معاه وبجدية ونتعامل معاه بإنسانية ونتعامل معاه بروح القانون، وإن احنا بكون المصلحة العليا في هذه المسألة إلى الأطفال. طبعا احنا يعني بكون يعني تعساء جدا أما بنلاقي أطفال شوارع أو أطفال معرضين للتشرد، أو المرأة لا تستطيع، أما نلاقي مثلا بنك ناصر بيدي مثلا مبلغ 500 جنيه، لا عايزين هذه المبالغ تتضاعف. عايزين النهارده إن احنا نسعى إن احنا يعني نحط قوانين وتشريعات وتتمشى مع الشريعة الإسلامية اللي هي المصدر الرئيسي للتشريع طبقا للدستور المصري. هو الهدف أكيد من الحوار الوطني. دكتور طلعت عبد القوي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، بشكرك على وجودك معانا، وكانت هذه متابعتنا ل على جلسات اليوم من المحور المجتمعي، وهي الجلسات المستمرة بهدف الوصول لتوصيات تخرج في شكل قوانين أو توصيات قابلة للتنفيذ، وهو هدف الحوار الوطني. أعود إليكم مرة أخرى في الاستوديو. شكرا لك يا جرمين إبراهيم مراسلة التلفزيون المصري.